مرحب بكم مشاهدينا الكرام، ولقاء يومي يتجدد معكم وحلقة جديدة من برنامج صحافة الغد، نتابع من خلالها أبرز العناوين التي تطالعنا بها الصحف المحلية الصادرة صباح الغد. ومن أبرز العناوين في هذه الصحف نقرأ من جريدة اليوم السابع: السيسي يستعرض رؤية مصر لمكافحة الإرهاب البرلمان اليوناني. ومن جريدة اليوم السابع أيضا: لا نية لإلغاء امتحانات الميدترم بالجامعات. ومن الشروق: الهجرة تخصيص 250 مليون جنيه لدعم تنفيذ مبادرة مراكب النجاح. أخيرا من المصري اليوم: مائدة مستديرة شعارها لا للتعصب في مباراة القمة. أبدأ معكم هذه الجولة من صحيفة اليوم السابع التي ألقت الضوء في صفحتها الرئيسية على الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليونان وعاد منها بسلامة الله إلى أرض الوطن. وعنوان الصحيفة يقول: السيسي يستعرض رؤية مصر لمكافحة الإرهاب بالبرلمان اليوناني. الرئيس عبد الفتاح السيسي كما ذكرنا عاد إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية لليونان شهدت مجموعة من الموضوعات التي تم التباحث حولها، على رأسها بالطبع العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها أيضا. واستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي أفاق التعاون مع اليونان في مجال الطاقة والتبادل الاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة في مصر، وذلك في ضوء المشروعات القومية الكبيرة التي تشهدها مختلف محافظات الجمهورية. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له أيضا مجموعة من اللقاءات في هذه الزيارة، كان منها لقاءه مع وزير الطاقة اليوناني ورئيس الوزراء السابق، أيضا زار مقر البرلمان اليوناني والتقى الرئيس مع وزير الطاقة والبيئة اليوناني في خلال هذه المباحثات. تناول اللقاء بحث دعم التعاون المشترك في مجالات عدة وعلى رأسها مجال الطاقة كما ذكرنا. وللمزيد من المتابعة حول أهمية هذه الزيارة ينضم إلي عبر الهاتف السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير أرحب بك. سيادة السفير، أهمية هذه الزيارة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحديث عن لقاءات في هذه الزيارة تناولت بشكل أساسي فكرة الطاقة والتعاون في هذا المجال اقتصاديا. يعني هي تأكيد لعلاقات قوية قائمة من زمن الإسكندر الأكبر ومدينة الإسكندرية. لدينا جزيرة تمتلكها مصر في جزر اليونان، جزيرة بافوس، قصر الام الست الوالده ام محمد علي موجود ما زال في قوله وما زال ملكيه مصريه. لكن حديثا طبعا في اتفاق مشاركه مصري اوروبي يشمل اليونان ومصر. بالتالي التجاره محرره تماما، ما فيش اي عوائق للتجاره. فمن واجبنا ان احنا نبحث عن توسيع سبل التجاره، جذب الاستثمار. لدينا جاليه مصريه كبيره في اليونان، واحد زملائنا من السفراء اليونانيين نبهني لأن ربع الأسطول التجاري اليوناني بحارة مصريين. أيضا في صناعة المنسوجات المصريين بيسهموا فيها. ممكن أن نتوسع في هذا، وسمعة المصريين في أوروبا جيدة للغاية، لدرجة أن اليونان أخذت مصر منذ بضعة سنوات 3000 تأشيرة لمن يريد أن يسافر إلى اليونان بطريقة مشروعة. فده كل ده معناه أن في ترحيب التواجد المصري في اوروبا. ايطاليا عامله معنا نفس الشيء. الان ابتدى جديد وهو اكتشافات الغاز في البحر المتوسط. نعم. ثم الاتفاق اللي وقعناه في اغسطس لتحديد المياه الاقتصاديه بين مصر واليونان وقبرص. وبالتالي ده اضافه جديده للناتج القومي المصري. هنتعاون في موضوع الطاقه والغاز بشكل كبير. ومصر نجحت في الصيف الماضي انها تجعل الاتحاد الاوروبي يعترض ان مصر تكون مركز لتجاره الطاقه في المنطقه العربيه والافريقيه لبيع فائض الكهرباء الى اوروبا. والان هناك من احد المشروعات التي بحثت في الزياره مد كابل بحري ينقل الكهرباء من مصر الى اليونان
والى اوروبا ايضا. المشروعات عديده الحقيقه، ووجود هذه الانشطه تحت رعايه القياده السياسيه في البلدين بيدل على انها سوف تلقى عنايه متواصله، وان امامنا مستقبل كبير في هذا تحت قرار سياسي على اعلى مستوى. واظن ان واضح من الزياره انها بحثت كل هذه النواحي الفضائيه، لكن ايضا نواحي الامن، نواحي امن البحر المتوسط. نعم. ما يجري في ليبيا، ما يجري في طيب ليبيا. يعني على الجانب السياسي، وحديثك عن ليبيا، سعادة السفير، الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له كلمة في البرلمان الليبياني تتحدث عن رؤية مصر لمكافحة الإرهاب، كيف يمكن تحقيق التعاون في هذا المجال إزاء قضايا المنطقة؟ لدينا تعاون كبير جدا مع أوروبا ومع أمريكا، مع إفريقيا أيضا، مع في اتفاقيات تلزمنا جميعا بان نحارب مش بس الارهاب، وانما الجريمه المنظمه في شتى صورها، يتصدرها الارهاب، غسيل الاموال، تجاره المخدرات، والهجره غير المشروعه والاتجار بالبشر. احنا لدينا التزام قانوني احنا موافقين عليه. نعم. بننفذه بدقه، والحقيقه ان اوروبا تنظر لمصر نظره ايجابيه، حتى رئيس الجمهوريه اليونانيه اشادت قدرة مصر على التحكم في الهجرة غير المشروع، عكس دول أخرى بتهدد أوروبا أنها تبعت لها هجرات تهدد الأمن فيها. فإحنا منضبطين جدا في هذا الموضوع، لأن إحنا من الدول الحمد لله المستقرة واللي بتحقق نمو اقتصادي يجعل الهجرة من مصر مسألة تحت السيطرة وبتنظيم تام وفي الإطار القانوني. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق. وأتحول معكم لصحيفة الشروق، وعنوان يقول: رئيس الوزراء يوجه بضرورة التغلب على جميع المعوقات التي تواجه المصانع المتعثرة. رئيس مجلس الوزراء أبدى اهتمام بهذا الموضوع بشكل أساسي، محاولة تخفيف وإزالة أي عقبات بتواجه أصحاب المصانع المتعثرة، خاصة إذا كانت أسباب يمكن للدولة المساعدة في حلها وتوفير مقومات وتيسيرات لإعادة تشغيلها في أقرب وقت ممكن. هذه التوجيهات كانت خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء لمحافظة بورسعيد، وكان بيتفقد المنطقة الصناعية بجنوب المدينة، واستمع لشرح محافظ بورسعيد عن الفرص الاستثمارية اللي بتدار بمعرفة الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد لبحث تنمية هذه المنطقة واستغلالها لتتضمن فنادق وقرى سياحية. وتحدث المحافظ عن هذه الاستثمارات واللي تمت بتمويل من الجهاز التنفيذي، ومنها أو على رأسها منفذ الجميل اللي ساهم في تطوير وتقليص عدد المنافذ الجمركية، وأيضا سوق السمك الجديد اللي أقيم على مساحة 20,000 متر مربع وبيشمل 106 محلات، أيضا سوق الخضار والفاكهة ومجمع أسواق جديدة ومحلات كثيرة وعشرات المصانع بهذه المنطقة الحيوية اللي أكيد هتخدم هذه المنطقة، محافظة بورسعيد، وأيضا خط أو إقليم القناة السويس وبورسعيد والإسماعيلية. المحافظ كمان أكد أن حجم الاستثمارات اللي قامت الدولة بضخها في بورسعيد ومنطقة شرق وغرب بورسعيد خلال السنوات الستة الماضية هو حجم غير مسبوق في تاريخ المحافظة، بيقترب من نصف تريليون جنيه. وبالتأكيد عارفين بورسعيد قد إيه كانت من المدن والمحافظات الواعدة اللي كانت منفذ للكثير من السلع والبضائع بالمنطقة الحرة الموجودة فيها. حول معاكم لجريدة الأهرام، وعنوان يقول: ختام فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني T1. التدريبات العسكرية الحقيقة مصر بتحرص عليها بشكل دائم ومتكرر، مناورات عدة بترفع القدرات القتالية للجيش المصري بمختلف الكوادر الموجودة فيه ومختلف القطاعات، وكان آخرها هذا التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني اللي شاركت فيه حاملة المروحيات المصرية أنوار السادات من طراز المسترال ومجموعتها القتالية، وأيضا الفرقاطة شرم الشيخ من طراز باري، ولانش الصواريخ علي جاد من طراز سليمان عزت، وسفينة إبرار بريطانية مع مجموعة قتالية مصاحبة لها.
التدريب بالطبع شمل عدد كبير من الأنشطة التدريبية اللي ليها طابع احترافي، منها تشكيلات إبحار مختلفة والعمل على تنفيذها. هذه التشكيلات طبعا أظهرت قدرة الوحدات المشتركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وبسرعة عالية وتنفيذ التدريب المتميز لتبادل وسائط الإبرار البحري بين الجانبين، وده طبعا عكس مدى التفاهم والكفاءة القتالية العالية اللي بيتمتع بيها مختلف عناصر التدريب. زي ما قلنا تدريبات متكررة بتحصل بين مصر وبين الدول، هنا على سبيل المثال بريطانيا، لكن كان في تدريبات مشتركة قبل ذلك مع دول أوروبية أخرى وأيضا دول عربية من بينها الإمارات. هذا التدريب أيضا اشتمل على تنفيذ تدريب لحماية السفن واللي بتحمل شحنات هامة وتأمينها مع التدريب على عمليات الاعتراض البحري طبقا للمواثيق والقوانين الدولية، وتنفيذ تدريب للدفاع الجوي لمواجهة التهديدات الجوية وتأمين الوحدات البحرية في نطاق عملها. لسه مكملين الجولة مع صحيفة الأهرام أيضا، وعنوان رئيس الأركان يتابع سير العمليات ومظاهر عودة الحياة الطبيعية بشمال سيناء تحديدا، كانت بالطبع دائما هي منطقة على صفيح ساخن نظرا للتهديدات الإرهابية اللي كانت موجودة فيها، لكن مع مرور الوقت قواتنا المسلحة استطاعت التغلب على هذه التهديدات الإرهابية بشكل كبير، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة كان بيتابع سير العمليات العسكرية في شمال سيناء وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بالعريش، أيضا كان بيتفقد حالة الأكمنة الأمنية المرتكزة على الطرق والمحاور الرئيسية وعدد من المنشآت التعليمية والإدارية والتنموية، كان بيتأكد من عودة الحياة لطبيعتها مع التأكيد على ضرورة أن تكون القوات دائما على أهبة الاستعداد وفي مواقعها للحفاظ على أمن هذه البقعة الغالية من أرض الوطن. أيضا الفريق محمد فريد التقى بعناصر تأمين شمال سيناء من القوات المسلحة ونقل ليهم تحيات وشكر وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للجهود الكبيرة اللي بيبذلوها وبيقوموا بيها للدفاع عن هذا الوطن وحماية حدوده أيضا والتصدي للإرهاب والقضاء عليه، واطمأن ان فعلا الحياة عادت الى طبيعتها بشكل كبير وارتفع عنصر الامن والامان في هذه المحافظة. نروح ل نروح لجريدة اليوم السابع، ولا نية لإلغاء امتحانات الميدترم بالجامعات وخدمات المواطنين ستظل في أماكنها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية. كالمعتاد وكل أسبوع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيقوم بنفي مجموعة من الشائعات اللي بتنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا بمختلف أنواعها، ومن أبرز هذه الشائعات اللي كانت موجودة خلال هذا الأسبوع إن في قرار صدر بإلغاء امتحانات الميدترم بالجامعات، وده بالتزامن مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، لكن بالاتصال بوزارة التعليم العالي نفت هذه الشائعة جملة وتفصيلا وذكرت أنه لا نية لإلغاء هذه الامتحانات بأي شكل من الأشكال. أيضا من ضمن الشائعات الأخرى اللي انتشرت فكرة الخدمات الحكومية ونقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، المركز تواصل مع مجلس الوزراء ونفى هذه الأنباء أيضا وشدد أن خدمات المواطنين هتظل في أماكنها دون نقل أو تعطيل لأي منها، طبعا للتخفيف على المواطنين مع بعد المسافة وعلشان يكون في تسهيل خاصة للقادمين من المحافظات. كمان المركز أشار أنه يكون في نقلة نوعية في الخدمات الحكومية اللي هتقدم للمواطنين باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية. ونروح لصحيفة الشروق، عنوان يقول الهجرة تخصيص 250 مليون جنيه لدعم تنفيذ مبادرة مراكب النجاة. بالتأكيد عندما نسمع عن عنوان هذه المبادرة بيتبادر لذهننا جميعا فكرة الهجرة غير الشرعية اللي كانت منتشرة بشكل أو بآخر في فترة من الفترات، لكن مع تحسن الظروف الاقتصادية بشكل كبير وتوفر فرص عمل للشباب قلت هذه الظاهرة. وزيرة الهجرة نبيلة مكرم استعرضت مع نواب محافظي المنيا والغربية والفيوم والبحيرة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة نتائج المبادرة الرئاسية مراكب
النجاة اللي كانت بتهدف بشكل أساسي لتوعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، أيضا تعرفهم بسبل الهجرة الأمنة اللي بتضمن لأي شخص يريد العمل في الخارج حقوقه القانونية، وأيضا توفير بدائل إيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة أعمال للشباب بالمحافظات المختلفة اللي بتنتشر فيها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتأكيد كمان على وجود اتفاقيات للتبادل بين مصر وبين عدد من دول العالم بتسهل فكرة إرسال العمالة إلى هذه الدول بكل السبل القانونية والشرعية واللي طبعا بتضمن حق العمل. لفتت الوزيرة ان في تعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اللي خصصت 250 مليون جنيه بميزانية الدولة لعام 2020-2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة اللي طبعا بتعرض حياة الكثير من الشباب للخطر، كمان أحيانا كتيرة بيتعرضوا لعمليات نصب نتيجة سعيهم وراء هذا الحلم الزائف وهو الخروج بهذه القوارب بطريقة غير شرعية، بيخسروا أحيانا كمان حياتهم في بعض الأوقات. ونختتم هذه الجولة بخبر رياضي من صحيفة المصري اليوم، ومائدة مستديرة شعارها لا للتعصب في مباراة القمة. تأكيد الجميع في انتظار مباراة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا واللي هتقام في مصر، هذا النهائي اللي أكيد بينتظر الكثير من عشاق كرة القدم وأيضا من جمهور الناديين، لكن الشعار المرفوع هو فكرة لا للتعصب، عايزين المباراة تظهر بشكل لائق ومشرف من قبل جميع الأطراف سواء الجماهير اللي بيتابعوها أو اللاعبين داخل الملعب أو أيضا على شاشات التلفزيون في التحليلات الرياضية المختلفة والمنصات اللي هتعمل على متابعة وتحليل هذه المباراة. الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أكد أنه لأول مرة في التاريخ بيتم تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك في مصر، وأكد أن صناعة الكرة بتعتمد على الجماهير والإعلام واللاعبين، وتساءل كيف ندخل في طبيعة هذا المنتج في ظل التغيرات اللي بتحصل. وكان في مائدة مستديرة عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمشاركة الوزير تحدث فيها عن أهمية وجود ورش عمل وأنه لا يوجد خصومة مع الإعلام، لكن لازم يكون في ضوابط خاصة في التعامل مع الإعلام خاصة مع تأثر الشباب بدرجة كبيرة. أكد كمان الوزير على الفكرة اللي قلناها وهي الالتزام الكامل بقواعد التغطية الإعلامية النظيفة لهذه المباراة، مباراة الأهلي والزمالك، والحرص على إشاعة الروح الرياضية بين الأطراف المختلفة سواء كانوا لاعبين أو جماهير متابعين لهذه المباراة، والبعد طبعا عن أي انفعال أو إساءة، وتطبيق الضوابط اللي بتحفظ للرياضة رسالتها وعدم استخدام أي وسائل أو أساليب تسيء لجمهور الناديين. كمان أكد أنه تم مخاطبة الاتحاد الإفريقي كاف لطلب استضافة ملعب استاد القاهرة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا والمنتظر أنها تقام يوم 27 من شهر نوفمبر، وده طبعا بدلا من استاد برج العرب اللي من المقرر أن هو يستضيف هذه المباراة. بالتأكيد نتمنى التوفيق للناديين وان المباراة بالفعل تظهر بشكل مشرف على مختلف الأصعدة لانها بتنقل في النهاية صورة مصر امام العالم اجمع. مشاهدينا بهذا الخبر الرياضي نكون وصلنا لختام حلقتنا النهاردة من صحافة الغد، غدا بتلتقون مع فريق عمل جديد، فإلى اللقاء.